السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أقوم بإثبات لكم السحب من أحد المواقع للرفع الملفات. فقد توصلت بالسحب قبل أسبوع، لم يكن لدي وقت لكي أقوم بتنزيل لكم فيديو حول هذا الموقع الرائع إخواني الكرام. فهذا الموقع قمت بالسحب منه من قبل مرتين، وهذه المرة الثالثة التي أسحب منه، وأحببت أن أشارك معكم هذا الإثبات لكي أريكم بأن هذا الموقع صادق إخواني الكرام. المهم، إذا كنت تريد معرفة هذا الموقع وإثبات السحب ومشاهدة السحب، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو الضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم، فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد قلت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو سوف أريكم إثبات السحب من أحد المواقع للرفع الملفات. نعم إخوانا الكرام، أول شيء نتوجه إلى الموقع لأريكم بأن الموقع تم السحب، تم إرسال للسحب. هذا هو الموقع forever.org. لقد قمت بشرح لكم هذا الموقع من قبل، سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو لمن أراد التسجيل والعمل في هذا الموقع للرفع الملفات والصور وأيضا التطبيقات وإلى آخره. نأتي إلى البروفايل ماي أكونت، سوف أريكم السحب. نضغط على ريكويست بايوت، ننزل إلى الأسفل. كما ترون إثبات الرابع، إثبات السحب الرابع. كما ترون إخوان الكرام، لقد قمت بإرسال هذا السحب في 21 من شهر 10 2019، 6.53 دولار على حسابي الباي بال. هنا بيد تم إرسال بنجاح، بيد بيد بيد. فكما ترون في الأول كنت أسحب 1 دولار 1 دولار 1 دولار، هذا ما كان يطلبه هذا الموقع، عليك بالسحب فقط 1 دولار. ومؤخرا في 21 من شهر 10 طلبت السحب على 6.53 دولار، ولم يقل لي الحد الأدنى هو 1 دولار للسحب. كما ترون إخواني الكرام، سحبت 6.53 دولار. سوف أريكم في حسابي الباي بال كم من الوقت انتظرت حتى توصلت بهذه 6.35 دولار. السحب يتأخر إخواني الكرام أكثر من أسبوع لكي تتوصل به إلى حسابك على الباي بال. أقوم بالدخول إلى حسابي. كما ترون هذا هو الموقع إخواني الكرام، سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو لمن أراد العمل فيه. كما ترون إخواني الكرام، أقوم بالضغط على السحب. كما قلت لكم قمت بإرسال السحب في 21 من شهر 10 وتوصلت به في 4 نوفمبر 4/11. كما ترون أزيد من 10 أيام يا إخواني الكرام وأنا أنتظر، أزيد من 10 أيام وأنا أنتظر هذا السحب. كما قلت لكم 6.53 لكي تتأكدوا، 6.53، وتم اقتطاع 0.59 دولار وتوصلت ب 5.94 دولار يا إخواني الكرام. فهذا الموقع رائع جدا وأنا أحبه وأعمل فيه تقريبا يوميا. عندما يكون أي تطبيق خارج بلاي ستور أقوم بتحميله من داخل هذا الموقع وأقوم بتنزيل لكم الرابط وأربح على كل تحميلة يا إخواني الكرام. فهذا الموقع صادق ويمكنكم العمل فيه بدون مشاكل والسحب أيضا بدون مشاكل. فكما ترون أسحب منه ولا يقتطع كثيرا، اقتطع مني نصف دولار وتوصلت ب 5.94 دولار. المهم إخواني الكرام، إلى هنا وانتهى الدرس وإلى درس آخر إن شاء الله.